صباح الفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة ومميزة من برنامجكم مسك الكلام. في لعبة زي لعبة كرة القدم في حائط اسمه حائط الصد. حائط الصد بتكون مهمته إيقاف هجوم لاعبي الفريق المنافس ومنع وصوله لمرمى الفريق وإجباره على التراجع والتقهقر، لأن كل خطوة بيخطيها نحو المرمى تمثل خطورة حقيقية بتسبب الهزيمة. الحقيقة إن نفس الحال في أجسامنا وأجسام أطفالنا، لأن هم مش بيكونوا ملمين إيه هو الحاجة المفيدة وإيه هو الضار، بيفضلوا يخلصوا دور ويدخلوا في دور تاني، بعضها بيكون بسيط بعضها بيكون خطير، وده بيتطلب مناعة قوية، وهي دي حائط الصد القوي ضد الميكروبات والفيروسات والعدوى. معانا منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده دكتوره هاله عيد، اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك دكتوره، منورانا ومشرفه. اهلا بيك، انا مبسوطه ان انا معاكي، المقدمه هايله ما شاء الله. ربنا يخليكي، ميرسي لحضرتك. احنا كامهات دايما بنكون مهملين شويه في حق نفسنا، لكن اول ما طفلنا بيتعب بسرعه بنجري وبنروح بيه للدكتور، لان زي ما حضرتك شايفه بيخلص دوره وبيدخل في دور طول الوقت بيكونوا تعبانين، وخصوصا احنا تعبانين جدا معاهم في المرحله الصعبه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فاحنا بقى عايزين نسال حضرتك، احنا ليه بنهتم بمناعه اطفالنا في الفتره دي بالذات؟ طيب، احنا بنهتم بمناعه الاطفال الفتره دي بالذات لاننا في موسم صعب قوي. كل سنة في الشهور دي بيبقى عندنا مواسم الحساسية بكل أنواعها، أطفال حساسية الصدر وحساسية الأنف متبهدلين حرفيا دلوقتي. عندنا موسم تاني وهو موسم نزلات البرد بأسبابها، وهي الفيروسات، موسم الفيروسات نتيجة تغيير الجو، بالإضافة أن احنا أوريدي عندنا موسم اللي هو موسم الكورونا، فاحنا في فترة صعبة جدا. فأهم حاجة أن احنا نعملها وأكتر حاجة هندفع بيها هي مناعتنا، وأنا بما أن تخصصي أطفال فأهم حاجة بنتكلم فيها مناعة الأطفال في الفترة الصعبة اللي احنا فيها. طب انا ازاي كأم اعرف ان هي دي علامات ضعف المناعه؟ علامات ضعف المناعه ان ابني مقارنه باطفال تانية في نفس سنه وفي نفس ظروفه وفي نفس بيئته بيتعب كتير مقارنه باطفال تانية، ودي انا بلاحظها كأم او اللي حواليا دايما بيلاحظوها. طب انا ازاي اقدر ازود مناعه ابني في الفتره الصعبه اللي احنا فيها والدخول فصل الشتاء وكمان وباء كورونا، ازاي اقدر ازود مناعته؟ طيب، احنا عاملين كده على البيت انا مشهوره بيه هرم كده بنقول عليه الهرم الثلاثي للمناعه في الاطفال، مقسمينه راس الهرم اهم حاجه في المناعه، على يمين الهرم تاني حاجه في الاهميه، وعلى شماله اخر حاجه. راس الهرم حطيت فيه التغذيه، ده بيدل ان التغذيه هي التوب تارجت في المناعه، اساس المناعه. ناس بتقول لي انا ابني ما بيتغذاش كويس، يبقى اذا مناعته مش كويسه، طوله ووزنه مش كويس، كل حاجه فيه مش كويسه. طب ايه هي الاغذيه اللي انا ممكن فعلا ادخلها لابني واضمن ان هو خلاص فعلا كده عنده مناعه كافيه؟ تمام، هي التغذيه معظم الناس بتقول طب ما انا باكل وباكل ولادي وناس شغالين تيك اواي والدنيا تمام. فاحنا هنقول دلوقتي ايه الاكلات، احنا انا عن نفسي بسميها اكلات المناعه. لو ابني عدى اليوم واكل الاكلات دي انا عديت بيه مرحله الخطر، ومش مهم الاكلات التانيه. هقسم الاكلات دي لثلاث عناصر مهمين جدا. اول عنصر هو البروتين الحيواني، البروتين الحيواني ده بنسميه التوب تارجت بتاع المناعه، انا باكل ابني بروتين مناعته كويسه. تاني عنصر هو الفاكهه، تالت عنصر الخضار. طيب، البروتين الحيواني ده موجود فين سريعا كده؟ انا عندي ست اكلات هم بنسميهم اكلات المناعه، والاكلات دي ما بتبقاش غاليه على الفاضي. اهم اكله فيهم اللحوم، تاني اكله الفراخ، الكبده، الاسماك، صفار البيض، الالبان بمشتقاتها. بس كل في ولاد كتيره يا دكتوره ممكن ما ترضاش باي صنف من اللي حضرتك قلتيه. تمام. طب انا اقدر ساعتها ادخل لهم فيتامينات تعوضهم عن ان هم زي ما حضرتك عارفه ان الاطفال الصغيره بيدوخوا دايما الام في اكلاتهم. تمام. تضيف هي الفيتامينز دي ما بقولش ان انا بدخلها كادويه، بقول ان انا بدخلها في الاكل اكتر. هقول بس نقطه مهمه على موضوع الناس بتقول لي انا ابني ما بياكلش لحوم، ما بياكلش فراخ، ما بياكلش كبده، فانا بقول لهم بنعمل زي ما هم عايزين، ممكن اعمل اللحوم دي كفته، ممكن ادخلها في مكرونه بشاميل، ممكن ادخلها بجلاش، المهم اللي ان انا اضحك عليهم وادخلها لهم اتشقلب وادخلها بالزبط. باي طريقه، الفراخ كمثل، البيض كمثل. طيب، هنتكلم بقى على الفيتامينز. انا
يعني بنصح بايه الفيتامينز. انا لو طفلي انا بقسم الاطفال وهنقسمها في الاخر، الاطفال الطبيعيه يفضل انها تاخد الفيتامينز من الاكل مش من الادويه. حتى دلوقتي احنا في وباء الكورونا، معظم الناس اللي عندها كورونا تلاقي نفسها انها بتاخد ادويه كتيره جدا. ليه؟ لان انا بحط فيتامينز معاه. طب ليه انا ما اخدش الفيتامينز من الاكل؟ هنقسم الفيتامينز في ثلاثه مهمين جدا، اعلاهم وهو فيتامين سي، بنسميه السوبر اميون في المناعه، اللي هو فيتامينز المناعه. فيتامين سي اللي الناس فاكراه، الناس فاكره هو موجود في البرتقال في الليمون، لا هو موجود اكتر حاجه في الجوافه والكيوي. فانا على الاقل ادخلهم يوميا في الفتره اللي احنا فيها دي، بعد الجوافه والكيوي موجود بقى في البرتقال، موجود في الليمون، المفاجاه بقى ان هو موجود في الفلفل الاحمر. انا بقول للامهات ان احنا بنعمل صلصه ندخل حتى الالوانات جوه الاكل حتى الولاد. هقول لحضرتك برضو على الالوان، ندخل الفلفل الاحمر. لو انا بعمل صلصه مكرونه ممكن احط نص فلفلايه حمراء فيها. طيب في مقوله بتقول ان انا لو ما دخلتش لاولادي خمس الوان في اليوم يبقى انا كده غلطانه في حقهم. جميل قوي. فالالوان دي موجوده في الناس بتسال، طب الفلفل الالوان، طب الطماطم، طب ايه؟ احنا بقول للامهات راجعوا نفسكم، لو احنا ما بندخلش لاولادنا الخمس الوان يبقى احنا مقصرين في حقهم. فاعلى فيتامينز بتاع المناعه اللي بنسميه السوبر اميون هو فيتامين سي. بعديها فيتامين اي. فيتامين اي من الحاجات اللي بتعلي مناعه الجهاز التنفسي بالذات، خاصه في الفتره اللي احنا فيها، اللي اكتر حاجه بيكونها الفيروس دلوقتي هو الالتهاب الرئوي، يعني بيصيب الجهاز التنفسي. فيتامين اي بيحافظ على رطوبه الغشاء المخاطي للغذاء التنفسي. طيب فيتامين اي ده موجود بنقول للامهات في اي حاجه لونها اصفر، يعني موجود في الجزر، موجود في البطاطا، موجود في المشمش، موجود في الخوخ، موجود في صفار، يعني متنوع في اكلات كتيره. أي حاجة لو لونها رفض أصفر حاجه ممكن بنلاقي حاجه تانية. طب انا كأم ممكن انا غصب عني وانا مش واخده بالي ممكن اكون بدخل لابني اي حاجه بتقلل من مناعته؟ طبعا في اكلات، يعني زي ما قلنا ان في اكلات بتعلي المناعه اللي هو البروتين والفيتامينز. هقول بس نقطتين مهمين من الحاجات اللي بتعلي المناعه غير فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين دي، الاوميجا 3 و6، ودي موجوده في الاسماك. عشان كده انا لازم ادخل لاولادي وجبتين سمك في الاسبوع على الاقل، حتى لو ما بياكلوهاش اكل اي حاجه من البرودكت او مشتقات الاسماك. تاني حاجه مهمه قوي الزنك. الزنك من الحاجات اللي بتحفز هرمون النمو في الاطفال، يعني الطفل اللي لقوا عنده نقص هرمون النمو لما بديله هرمون النمو كانجكشن او كحقن بديله زنك كمان عشان يحفز النمو. اما الاكلات بقى اللي بتقلل المناعه، ودي للاسف كلنا ماشيين عليها وهنتفاجئ بيها. اول اكله وهي السكريات. الناس اللي بتجيب لاولادها عصاير جاهزه وفاكره ان العصير ده حاجه هتزود مناعته، وانا بجيب باكت عصير في البيت. العصير المفاجاه ان السكريات لما الطفل بياخدها اثبتوا انها بعديها بخمس ساعات، لمده خمس ساعات المناعه بتقل. فاذا هو مش بس حاجه مش مفيده، ده كمان بتقلل المناعه. فالعصاير الجاهزه ممنوعه تماما. المعجنات، ناس برضو فاكره انا لما افوت اجيب لاولادي قرصه او اجيب باتيه او اجيب انا بفيدهم لانه دقيق وبيض ولبن، بس المعجنات من السكريات المش مستحبة. فبالتالي برضو من الحاجات اللي بتضر بالأطفال. طبعا المياه الغازية بكل أنواعها، اي حاجه غازيه دي حاجه اثبتوا مش بس بتضر، ده بتقلل امتصاص الكالسيوم، تعمل التهاب في المعده، فطبعا احنا ما ناخدهاش خالص. الجديد بقى اللحوم المصنعه، من الحاجات اللي ما ينفعش اديها لاولادي، اللي هي البرجر، السوسيس، السجق، اللحوم اللي داخلين مدخلين فيها حاجه. اثبتوا ان اللحوم المصنعه دي مسرطنه، فبالتالي هي اصلا ما ينفعش نديها للاطفال. والله احنا نفسنا نرجع تاني ان الام فعلا تقوم بواجبها انها تعمل فعلا الاكلات الجميله اللي احنا طول عمرنا متعودين ان احنا ناكلها من الحاجات برضو اللي الناس او الامهات بتيجي للاسف بتديها، بتقول انا بدي ابني نسكافيه او بدي له شاي. الكافيين يا جماعه من الحاجات اللي اصلا بتسهر العيال، فما بتخليش هرمون النمو يشتغل. فاحنا كده بنضرهم مش بنفيدهم. فممنوع اي حاجه فيها كافيين للاطفال، نسكافيه او شاي او بيبسي او سوري اي مياه غازيه ممنوعه. والقهوه طبعا، لان في امهات بتيجي يعني ما شاء الله بيبقوا هو فعلا في حاجات كتيره جدا مغلوطه في حياتنا، من ضمنها فعلا القهوه عشان تنبههم. كمان برضو من الحاجات اللي هي برضو عايزه اسال حضرتك فيها، اللي هو الام طول ما هي مثلا في البيت بتفتكر ان هو طول ما انا بدي الطفل الاكل فانا كده بحميه، فانا كده بزود، هو بيزيد طبعا وزنه. تمام. بس هي متخيله ان هي كده هترفع مناعته بغض النظر عن نوع الاكل اللي هو بياكله. تمام. فف
فعلا في ارتباط بين زيادة الجسم والمناعة يعني؟ لا طبعا خالص تماما، لان في عندنا مرض معروف كده اسمه كواشركر. المرض ده بتلاقي الاطفال اصلا مليانين جدا، وزنهم زايد جدا جدا جدا، وعندهم نقص بروتين. فده مرض، والاطفال دول بيبقى عندهم نقص كالسيوم، بيبقى عندهم نقص حديد، فده حاجه مش صح. الحاجات اللي بترفع المناعه ما بتزودش الوزن اصلا. اللحوم او الفراخ انا بشيل منها الدهون، الاسماك، الكبده، البيض، لو انا اديته بشكل صحي او هيلسي مش هيزود لي الوزن. الخضار مش بيزود الوزن، ما فيهوش اي دهون ولا نشويات. طيب الفاكهه بتزود الوزن، بس احنا ناخد الفاكهه اللي بتساعد الهضم، والفاكهه من النشويات المهمه مش من النشويات اللي بتضرني. فالفاكهه اخدها بتزود الوزن، بس انا باخدها باخد نفعها اكتر من ضررها. فبالعكس زياده الوزن ملوش علاقه بالمناعه خالص. المهم ان يكون وزنه مظبوط على التشارت، ومظبوط بالنسبه لوزن او طول الاب والام. لان في ناس كتير بتيجي تقول ايه، هي بتبقى قصيره والاب قصير، وبتقول لي انا ابني مش طويل. ما احنا في تشارت، وفي حاجه اسمها فاميلي هيستوري او عامل وراثي بنحطه في التشارت ده. لا، هي الام بتبقى متخيله ان هي كل ما بتاكل ابنها فكده بتحافظ على سلامته وعلى للأسف جسمه. احنا بناكل بقى سناكس، بناكل رز ومكرونه، لسان عصفور، وبقى كده فاكره ان انا بفيده. لا خالص، انا بزود وزنه بس مش بفيده. بالظبط. طب هو فعلا اكيد في حاجات، عادات صحيه كتيره احنا ممكن نعملها علشان فعلا نعلي بيها مناعه الطفل. تمام، هو ده بقى اللي بنقول تاني هرم من الهرم الثلاثي للمناعه. عملتهم تجميعة كده عبارة عن 4 حاجات. أول حاجة بنقول من الحاجات المفيدة لمناعة الأطفال التهوية اليومية للبيت، زي ما أهالينا كانوا زمان بيقولوا إن أنا بغير هوا البيت. دي من الحاجات اللي بتخليني أبقى يعني بحارب أو بقدر أحارب الفيروس أو أي بكتيريا حتى لو أوريدي دخلتلي. تاني حاجة العادات الصحية. في الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي، في ناس بيبقوا مضطرين يودوا أولادهم المدارس، فمهم قوي إن أنا أعلمهم العادات الصحية. ما ينفعش يكونوا بيلعبوا وبعد اللعب يروحوا ياكلوا. انا لعبت في ايدي خلاص اوريدي اتملت ميكروبز او اتملت فيروسز او اتملت بكتيريا، فبالتالي انا لازم اغسل ايدي. بعد التويلت لازم اغسل ايدي. بعد ما لامس اي حاجه لازم اغسل ايدي. اعطس او اكح لازم احط ايدي. من العادات برضو للاسف سيئه، انا لو ابني تعبان ما ينفعش اوديه مدرسه. انا كده بحكم على الفصل كله. للاسف إن في هو امهات يتعب. كتيره بيكونوا مشغولين وراهم شغل وراهم اي حاجه، فبيستسهلوا. انا بقول الامهات، في ناس بتقول انا ما اقدرش اخد اجازه. ما ينفعش، احنا ناخد اجازه 2 3 أيام احسن ما الطفل يدخل في مشاكل تانية واخد اجازه شهر. بالظبط. فاحنا ناخد اجازه الفتره ده والفتره دي، والطفل ما يروحش المدرسه عشان نحافظ عليه ونحافظ على الولاد حتى عشان الحوالي. الدور يبقى مدته اقل وما يعديش حد كمان برضو من زمايله في المدرسه. طب انا ممكن ادخله كمان برضو ادويه ولو حاجات بسيطه برضو تعلي شويه من مناعته؟ لا، الأدوية مش بندخلها إلا في حالات معينة. في حالة الأدوية أنا بقسم الأطفال هنا ل3 أطفال، في عندي طفل طبيعي، وفي عندي طفل عنده أمراض مزمنة، وفي عندي طفل مناعته مش حلوة. على حسب كل طفل أنا بعرف بدخل إيه. والله أنا عندي طفل طبيعي بيتعب أدوار برد عادية. الجديد اللي الطفل الناس الطبيعي الدور البرد المفروض مثلا يجي كل قد إيه عشان أقول ده طفل طبيعي؟ الطبيعي من 8 ل10 مرات في السنة، يعني معدل مرة كل شهر. ده طفل طبيعي. ده طبيعي جدا. ده طبيعي جدا، يعني نزلات البرد من 8 ل10 مرات في السنة، ده طفل طبيعي جدا. طيب أكتر من كده هنقول لا، ده كده ايه بدا يتعب كتير مني. اللي هو مثلا مرتين في الشهر او 3 مره في الشهر، هنقول مره في الشهر ده طفل طبيعي. ده طفل ونزلات طبيعي. برد مش حاجات اكتر من نزلات برد. طيب هنقسم الاطفال هنا عشان نقول هدي ادويه او لا. هقسم الاطفال، في عندي طفل طبيعي، في طفل عنده امراض مزمنه، في طفل مناعته مش حلو. طيب الطفل الطبيعي انا بكتفي مش هديله ادويه، ملجأش ادويه، اكتفي بالتغذيه الجيده اللي احنا قلنا عليها على العناصر المهمه مش على اي حاجه، واقلل الحاجات اللي بتضره. رقم 2 المحافظه، ما حموهوش واطلعه، ما يطلع يكون دور برد او الدنيا بتشتي واطلعه واوديه المدرسه. أيوة. المحافظه. رقم 3 بكتفي بالتطعيمات. ايوه، ايه التطعيمات طيب ان المفروض ان انا اديها له في السن ده برضو عشان تعلي من مناعته؟ هو اوريدي اخذ تطعيمات الصحه. تطعيمات الصحه اخرها بيبقى 1.5 سنة. تمام، في بقى تطعيمات اضافيه خارج تطعيمات اضافيه دي بتبقى بره وزاره الصحه. من اهمهم على الاطلاق في الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي تطعيم الانفلونزا. وانا بوصي احنا فعلا جداً. دايما طول الوقت بنسمع عنه، واحنا عايزين نعرف ايه تطعيم الانفلونزا وانواعه ايه. هو تطعيم الانفلونزا كان عليه جدل الفتره اللي فاتت، ان نزل ابحاث ان هو بيخلي الحد ان الشخص ده عرضه للكورونا. ده حاجه مش صح تماما وما فيهاش اي حاجه من الصحه. تطعيم الانفلونزا كلنا بناخده كل سنه وبنديه للاطفال كل سنه، بس احنا ما كناش نعرفه، ما كانش عليه شهره اكتر او ما كانش إن عليه أنا دعايه اكتر. اتوجه ان انا اخد التطعيم ده امتى؟
هو تطعيم الانفلونزا المفروض ان احنا بناخده للاطفال في 4 انواع منه، عشان الناس اللي بتتلخبط في الانواع يا جماعه. في نوع ثلاثي اللي هو الانواع بتاعت السنين اللي فاتت، وفي رباعي. النوعين الثلاثي ما نزلوش لسه مصر دلوقتي، الموجودين نوعين رباعي. في نوع موجود بيتاخد من 3 سنوات، مش اقل من كده، هو مش ضرر انه يتاخد اقل من 3 سنوات، بس مش ابروفد ان هو بيعمل حاجه، يعني مش عامل لي حاجه. فبالتالي بالذات ان هو بيكون لسه مخلص تطعيمات وزاره الصحه. لا، حتى لو مش مخلصها، احنا التطعيم اللي بيتاخد من 3 سنوات بيتاخد حقنه كامله في كل الاعمار. لو اول مره ناخدها والطفل من 3 سنوات ل9 سنوات بناخدها حقنتين بينهم شهر. لو الطفل معدي 9 سنوات او الناس الكبار باخدها حقنه واحده. طب لو انا خدتها السنين اللي فاتت او اديتها لابني السنين اللي فاتت، خلاص اديها مره واحده بس. والتطعيم ده يا جماعه امن للحوامل وامن للمرضعات اي وقت في السنه، وامن لكل الاطفال ولا على دخول لا فترة. هو الانفلونزا بنفضل ان احنا نديها في الموسم بتاعها اللي هو 10 و11 و12. طيب هو لسه نزل متاخر، يبقى 11 و12 و1 مفيش مشكله. في تطعيم تاني رباعي نازل بعد التطعيم الاولاني، بس ده بيتاخد للاطفال من 6 شهور. من 6 شهور ل3 سنوات باخد نص الحقنه فقط، والنص التاني بقى الناس اللي بتسال عليه بيترمى، ما ينفعش اديه لطفل تاني ولا اديه لبابا او اديه لمامته، لان الناس بتقول بيترمى عشان الانفكشن كنترول. الناس بتوع الانفكشن كنترول ممكن يهاجمونا اصلا، ما ينفعش يتاخد. بعد 3 سنوات حقنه كامله زي النوع التاني. دول النوعين اللي موجودين في السوق دلوقتي، بيتاخدوا لحد 60 و70 سنه. اكتر ناس لازم تاخد تطعيم الانفلونزا الناس اللي عندها حساسيات بكل انواعها، او الناس اللي عندها امراض مزمنه، او الناس اللي جالها التهاب رئوي. كل الناس دي عرضه اكتر للفيروسز والبكتيريا، فبالتالي اكتر ناس محتاجين التطعيم الانفلونزا. بس يا دكتوره، يعني مش كل الناس اكيد هتقدر او حالتها الماديه تسمح ان هم يروحوا ياخدوا التطعيمات دي، ايه اهم واحد فعلا ان اي ام ولو انسانه بسيطه جدا يعني حتى ما تعرفش كل الاسماء اللي حضرتك قلتي عليها وحالتها الماديه بسيطه، ايه اهم نوع في الانواع دي اللي تتوجه فعلا في الموسم اللي احنا فيه انها تديه لابنها؟ هو تطعيم الانفلونزا هو اهمهم، هو مش غالي، مش غالي خالص، فكده كل الناس وكل الفئات بتاخدهم، والمفروض تاخدهم هي واولادهم. تمام. التطعيمات الاضافيه الثانيه اللي هي برده مهمه وبنصح بيها الناس، وتعتبر بره وزاره الصحه، اهمهم انا عندي تطعيمات كتير، في الروتا بيقي من النزلات المعويه، في المقورات وده بيقي من الالتهاب الرئوي اللي هو احنا اصلا بنحارب الالتهاب الرئوي عشان فيروس الكورونا او الوباء اللي احنا اوريدي فيه، وفي الكبدي الف بيقي من فيروس كبدي الف والجديري. اهمهم على الاطلاق لو انا بقارن عشان الحاله الماديه، هختار المقورات اللي بيقي من الالتهاب الرئوي، وهختار الروتا اللي بتقي من النزلات المعويه في الاطفال. طب احنا بقى في نهايه حلقتنا، عايزين حضرتك توجهي رساله لكل ام انها تقدر ازاي تعلي مناعه اطفالها. طيب، هو المسج اللي نوجهها انه عايزه اقول ان احنا قلنا الهرم الثلاثي كان راس الهرم هو التغذيه، وكان يمينه العوامل قلنا فيها التهويه والعادات الصحيه وعدد ساعات النوم الكافيه، دي مهمه قوي في المناعه. وعايزه اقول نقطه عندي، ان انا المفروض الطفل ينام عندي من 11 ل 4 عشان هرمون النمو يشتغل. دلوقتي احنا يومنا بقى معكوس والاطفال بتنام 4 الفجر. أيوة، ودي حاجه غلط تماما. عشان كده الامهات بتقول ده بيناموا كتير وبياكلوا كويس حقيقي، بس ما بيكبروش عشان ما بيناموش، عشان هرمون النمو بتاعهم لازم الوقت اللي المفروض الاطفال تنام بيه من 11 ل 4. دي في الدايليما الثانيه بتاعه الهرم الثلاثي. الدايليما الثالثه اللي هي الادويه، مهمه مش مهمه الا للناس اللي مناعتها قليله. الطفل الطبيعي تغذيه محافظه تطعيمات ووقايه فقط لا غير. وبقول ان التغذيه، الطفل اللي بياكل كويس يا جماعه بيبقى صحته كويسه، مناعته كويسه، طوله ووزنه كويس، مستواه الدراسي كويس، تواصله مع الاخرين بيبقى كويس. في نهايه الحلقه لازم نقول ان اصابه اطفالنا ده بالامراض ده امر حتمي، مفيش علاج سحري، لكن الحل الامثل هو تقويه مناعه اطفالنا، وهو ده اللي نقدر نبني بيه حائط الصد القوي، لان جهاز المناعه هو الحارس الامين لوقايه اجسامنا من الامراض. احنا بنشكر ضيفتنا الكريمه اللي شرفتنا وعرفنا منها معلومات قيمه جدا، نشكر حضرتك جدا يا دكتور. دكتوره هاله عيد، اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده، وربنا يحفظ ولادنا جميعا، واشكركم على حسن المتابعه، ودمتم في امان الله.